قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الآداب، باب: من كان معه سهام فليأخذ بنصالها. من كان معه سهام فليأخذ بنصالها. طبعا هذا منع الضرر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار شيخ البخاري، حسن الحديث كما بينا قبل ذلك. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وسفيان بن عيينة على ما قال الإمام الشافعي تلميذه قال: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. وكان فحلا عالما نبيلا. قال: قلت لعمر بن دينار، وهو من أثبت الناس في ابن عمر، قلت لعمر بن دينار ومن الأخيار من خيار أهل المدينة: أسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه يقول: مر رجل بسهام في المسجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. قال: نعم، يعني نعم سمعته. وبسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا، وهذا للمجتمع، يعني مجتمع الناس، فكل مكان يجتمع فيه الناس فلا بد من الاحتراز عن أن يوقع المرء الضرر بهم، ومعه نبل، فليمسك على نصالها بكفه أن تصيب أحدا من المسلمين بشيء، أو فليقبض على نصالها، أو فليقبض على نصالها. هذا الحديث أيضا من جملة الأدب، والتي يعني والتي بها يحترز المرء من إيقاع الضرر بالغيظ. نعلم أن من مقاصد الشريعة ومن الأصول العامة هو رفع الضرر، وعندنا قاعدة أصولية تقول: الدفع أولى من الرفع. مع وقوع الضرر أصالة سيشق بعد الرفع، ويكون الرفع بعد الوقوع أيضا. فلذلك قال علماؤنا: الرفع أولى، الدفع أولى من الرفع. فهنا في قول النبي، في قول أن يمسك بالنصال، هنا الدفع أولى من الرفع. فإيقاع الضرر بالمسلمين محرم، إيقاع الضرر بأهل الإسلام حرام. وأنت ترى كيف كان فضل من أزاح الضرر عن طريق المسلمين، كما صح نبينا صلى الله عليه وسلم بأن رجلا مر على شوك فقال: لأنزعن هذا من طريق المسلمين. فلما نزعه من طريق المسلمين شكر الله له وأدخله به الجنة، شكر الله له وأدخله به الجنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، في رواية بضع وستون. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وكما رأينا بأن نزع الأذى والضرر عن المسلمين والإصلاح بينهم خير أفعال المؤمنين، يؤجر فيه المرء وإن لم ينتوي. فإن إيقاع الضرر بالمسلمين ووضع الأذى في طريقهم من أعظم السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة. نعم. وقال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. في قوله بأبي هو وأمي، هنا عمرو بن دينار قال: أسمعت لجابر، أسمعت من رسول الله، فيها الرجوع إلى العلماء والتثبت من العلم، فيها الرجوع إلى العلماء والتثبت من العلم. جاءت معاذة إلى عائشة رضي الله عنها أرضاها، قالت: ما بال النساء يقضين الصوم ولا يقضين الصلاة؟ فأنكرت وقالت: أحرورية أنت؟ كأنها تريد قضاء الصلاة. أحرورية أنت؟ هنا الشاهد الذي سيأتي. قالت: لا، جاهلة أتعلم أو عالمة أتثبت. فقالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهنا قال له: أسمعت من رسول الله أن من مر بالسهام
أن النبي أمره أن يمسك بنصالها؟ قال نعم. وهنا كما قلنا الأصل فيها دفع الضرر وإزالة الضرر والاحتراز من ذلك الضرر الذي يقع بالمسلمين، وإلا فإن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قتل بذلك. الحجاج لم يأمر بهذا، ورجل كان معه وكانوا يذهبون إلى عرفة بالرماح، فالرمح ضرب في رجل ابن عمر لكنه كان مسموما، والحق أن الحجاج هو الذي قتل ابن عمر. ولذلك ابن الحجاج لما جاءه يعوده مريضا قال ما بك، من فعل بك هذا ابن عمر؟ قال أنت قتلتني، تصريحا قال أنت قتلتني. فالحجاج كما قال الذهبي له حسنات تغمر في بحر سيئاته، وإنا لنتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل، الله المستعان. فهنا التشريع هنا والأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لرفع الضرر عن أهل الإسلام. ولذلك الرواية الأخرى قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفي أن تصيب أحدا من المسلمين. هنا بيّن هنا فيها إيضاح، فيها تبين المجمل، أن تصيب أحدا أن هنا تعليلية، يعني لألا تصيب أحدا من المسلمين بشيء أو فليقبض على نصالها. شوف إيش قال، قال فليمسك نصالها بكفي، قال أو فليقبض على نصالها. والكلام هنا على المجتمعات، يعني الأوقات المكانية التي يكون فيها اجتماع كصلاة الجمعة، كالمساجد في الجماعات، في الجماعات، كالأعياد، نعم، كالأسواق. أما إن كان منفردا وفي مكان منفرد فلا شيء عليه، لأن هذه المسألة التشريع هنا كان لحق الغير، التشريع هنا كان لحق الغير، فكأنه معلق بوصف، إذا أورد الوصف توفر الحكم، وإذا انتفى الوصف انتفى الحكم. يعني إن كان منفردا أو انتفى الوصف ينتفي الحكم، فله أن يمشي دون أن يضع يده على نصالها، إلا أن يقال بأن النص لا يمكن أن يصيبه هو فيضع يده وجوبا حتى لا يصيب نفسه، لأنه يدخل في عموم قوله أن تصيب أحدا وهو من الأحد. نعم، الفوائد المستنبطة: شرعنا رحمة على المكلفين، فضل العلم في البيان بعد الإجمال، فضل العلم في البيان بعد الإجمال، الرجوع إلى العلماء. نعم، وفي أسئلة تفضلوا.